بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ أول تطبيق معانا على كل اللي احنا عملناه. هناخد التطبيق على خلايا جرفينية الأول اللي هو بتاع تآكل المعادن، بعد كده فيديو فيه التطبيقات بتاعت الخلايا التحليلية اللي هي الطلاق اللي هي حاجة تافهة جدا، والتنقية اللي هي حاجة أتفه جدا، والحديد والق بتاع الألمونيوم اللي هم أتفه من التلاتة، أتفه من الاتنين التانيين. فالفيديو اللي جاي هقراه كله من الكتاب، أما الفيديو ده غالبا نصه هكتبه بس في شوية ماشي. بالنسبة لبعديهم آخر فيديو بعديهم هيكون إيه؟ البطاريات. قد يكون فيديو الـ EMF النهاردة اللي هو يوم الاثنين، أو قد يكون لأ، ممكن يكون مع المسائل بعديها، تمام؟ بس غالبا هيكون النهاردة. بالنسبة لتأكل المعادن، في معظم الحالات، أول حاجة هو إحنا ليه بنهتم بتأكل المعادن كده؟ هو أنت لو الحديد بنبنيه وبنعمل بيه كل حاجة، لو كل حاجة هنبني بيها الحديد هتصدي وتضعف، فكل حاجة بنبنيها هتضعف، فهنقعد نبني اكتر واكتر واكتر واكتر، فبالتالي هيدمر لنا اقتصادنا، ماشي. فالاهتمام بالتاكل المعادن بسبب ان التاكل المعادن يسبب خسائر اقتصاديه فادحه تؤدي الى تدهور المنشات المعدنيه. طبعا كلام، والحديد المفقود بالتاكل يقدر حوالي ربع انتاج العالم ايه سنويا. ده سؤال عل المشهور وتافه وملوش دعوه بيه، بس بيجي كتير، تمام. في معظم الحالات بيكون تآكل الفلز النقي ايه صعب، لانك انت لما تعرف تآكل الفلزات قايمة ان في شوائب فيه، فلو ما فيش شوائب مش هيكون في صدى، تمام. بس انك تلاقي حديد ما فيهوش شوائب دي حاجة عمرها ما تحصل، تمام. ازاي بقى سبب تآكل المعادن، او ازاي المعادن التآكل ده بيحدث؟ هيمشي فيه واحدة واحدة وتاتا تاتا وحبة حبة، تمام. ان بينشأ ان هو ايه، تتكون خلايا جلفانية موضعية كثيرة. يبقى عندك خلايا جلفانية بتتكون كتير، حيث الفلز النشط، بس احنا هنا احنا بنتكلم على معادن، بس هنتكلم على حديد فقول الحديد على طول. الانود هو الفلز النشط، الانشط، والكاثود هو الفلز الأقل نشاطا، ودي حاجة يعني معروف عرفناها وحفظناها قد كده، أو في حالة الحديد الكربون الموجود في الشوائب، أو في حالة الحديد الصلب. فالكربون مش موجود في الشوائب، هو الكربون احنا أساسا اوريدي حاطينه قصد اوريدي حاطينه قصد في السبيكه. افكرك بس ان اي سبيكه حديد قابله للصدأ ما عدا سبيكه واحده، هي سبيكه الحديد مع الكروم اللي هي سبيكه الصلب الذي لا يصدأ، اللي هي سبيكه الاستانلس ستيل، تمام؟ ماشي، هنرجع الكلمه دي طبعا في الوحده الاولى، فانا مش هكتبها دلوقتي، هنقولها في الوحده الاولى، او يلا نكتبها مفيش مشكله. جميع سبائك الحديد تصدأ إلا الستانلس ستيل، تمام. كلام حلو جميل ملوش ستيل لازمة. نتكلم بقى في الآلية وإزاي بيحدث بالتفصيل الممل. حتة إن هو يجيلك في الامتحان يقول لك اكتب ميكانيكية التآكل، دي حاجة مشهورة أوي على فكرة، تمام، إنك تكتب المعادلات بتاعتها. لكنها مثلا، بس لو جت بيشيل لك تجربه غالبا من الامتحان، عشان هي فيديو طويل بتاع طويل حاليا غالبا، تمام. او بيجيبوا لك سؤال كامل مش موجود في نقط، سؤال كامل لوحده اكتب آلية التآكل بتاعة الحديد، ماشي. الآلية زي ما احنا قلنا انها تتكون خلايا جلفانية، صح؟ طب انت حضرتك عندك، اي انسان طبيعي لما تيجي تساله هو الحديد بيصدي امتى، هيقول لك يا بيه احنا لما نجيب الحديد ونصدي، لما نجيب الحديد ونبل ونحطه في الهواء يروح يصدي على طول. اذا انت كانسان طبيعي هتقول على طول انك انت جبت حديد وميه واكسجين اللي هو موجود في الهواء، تمام. انت كطالب في ثالثه ثانوي عارف ان في عنصر زياده هو الكربون اللي موجود في الحديد الصلب او الشوائب اللي موجوده في الحديد وخلاص، بس احنا بنستخدم على الكربون لان هو معظم الحديد اللي معانا حديد صلب، والحديد الصلب سبيكه بينيه فيها حديد وكربون، تمام، ماشي. يبقى انت دلوقتي عندك حديد وكربون وميه واكسجين، حضرتك عايز فلز
وانت عايز تقول مين هيكون الالكتروليت؟ الالكتروليت سائل، ومين منهم سائل من كل دول؟ ما فيش غير الميه. طب انت عايز حاجه تطلع لك الكترونات، يعني حاجه تتاين، يعني حاجه تتاين وتخرج لك الكترونات، ومين بيتاين ويخرج لك الكترونات؟ هي الفلزات. فبالتالي ما فيش هنا غير فلز واحد اللي هو الحديد. اذا الحديد هو الانود، الحديد هو الانود اللي هو القطب السالب، واكيد الكربون هو القطب الموجب. الاكسجين، خلي بالك ان في اكسجين في الهواء وفي اكسجين مذاب في الميه، تمام ماشي، والميه فيها ايونات مذابه فيها. فلو انا جيت قلت لك خليه الحديد الجلفانيه، الخليه الجلفانيه تقسيمتها هي الانود، هو مين الانود؟ الحديد ماشي، والالكتروليت اللي هو الميه الماء ماشي. لسه الالكتروليت في حاجه تانية بس انا عارفها بعد شويه. والكاثود اللي هو الكربون، وبرده هنكمل حاجه هنا بس انا عارفها بعد شويه، تمام. يبقى عرفنا كده النظره العامه البريئه على الخليه الجلفانيه بتاعه تاكل الحديد، تمام ماشي. هنيجي نقول لك يا زميكي ان الحديد نفسه لما بيجيبه كده بيكون متغطي بتغليفه حلوه، فبالتالي هو بعيد عن الهواء والميه. فعشان اول حاجه الميه والهواء يدخلوا له لازم يحدث في خدش في الطبقه اللي حامياه، اللي احنا نعرفها بعد شويه ايه الطبقات اللي حامياها، هنعرفها بعد شويه. فالمهم ان احنا نخدش الطبقه اللي حامياه، ساعتها الميه والاكسجين هيتعرضوا لسطح الحديد. اذا عند اول خطوه واحد، عند تعرض الحديد للخدش الا يحصل يتكون بقى الخلايا الجلفانيه، بحيث يكون الحديد هو الانود، والماء اللي فيه المذاب فيه ايونات هو الالكتروليت، والكاثود هو الكربون، تمام ماشي. اول يبقى اول حاجه تعود الحديد ايه للخدش. تاني حاجه عارفين ده من الخطوات، ان الانود يطلع الالكترونات، والالكترونات تمشي في الدائره الخلاجيه توصل للكاثود، والانود بيرمي ايونات موجبه يرميها في اللي هي المفروض هتجمع شحنات ايه سالبه، صح؟ بقى نرمي كل ده على اللي احنا بنعمله. طب ايه رايك لو احنا عملنا كده كروكي، رسمه خلايا جلفانيه فعليا، وهو بتاعت الخلايا الجلفانيه بتاعت الحديد. فلو انا قلت لك ان انا هرسم لي نص ادي نصي الخليه، تمام، وقسمنا بينها انبوبه مسامية بدل مثلا القنطره الملحيه، تمام. عرفنا ان الانود حديد، تمام، وعرفنا ان الكاثود كربون، وعرفنا ان الالكتروليت ميه فيها ايونات، مش ميه نقيه يعني، ميه وفيها ايه ايونات، تمام. وعارفين ان في اكسجين في الموضوع هنا في الهواء، زي الفل زي الفل. المفروض ان في حاجه موصله بين الكاثود والانود، صح تمام. بالنسبه لانك انت شغال في قطعه حديد، فالحديده راحت طلعت الكترونات، مشت الكترونات، طلعت ايه الكترونات، الحديد حصل له اكسده. اذا عند الانود الحديد تأكسد إلى حديد موجب 2 زائد إلكترونين، تمام تمام يا زميك ماشي. إذا ده طلع إلكترون، طب ما هو إف إي موجب 2، إذا هنا الحديد راح طلع لك إيه؟ إف إي موجب 2. إذا عندك كده في نصف الخلية ده H2O فيها شوية أيونات وإف إي موجب 2 وإلكترونات طلعت فوق. طب هي طلعت فوق عن طريق السلك، في سلك هنا إحنا شغالين في الحديد بس، فالبتاع اللي بره اللي هو السلك ده برضه حديد، صح؟ اذا ساعتها الحديد بيمثل ايه؟ بيمثل الانود ويمثل الدايره الخارجيه، ودي اكمل او اختيار مهم جدا، ان ايه الحديد بيمثل الانود والدايره الخارجيه، الحديد يمثل الانود والدائره الخارجيه او السلك او الموصل الالكتروني اللي بره،
تمام ماشي، وشايفين ان الاف اي موجب 2 نزلت هنا، فصح؟ فالحديد برضو ايونات الحديد اف اي موجب 2 تمثل الشحنات اللي هي بتمثل التنقل الكهربي، شحنات تنقل التيار الكهربي داخل الخلية. زي الفل زي الفل تمام. الاف اي موجب 2 والالكترونين، الالكترونين راحوا لهنا او نزلوا هنا، الكترونين عندك هنا، الالكترونين هيقابل ايه؟ هيقابل الكربون. هل انا في اي مله ولا في اي فيديو من شويه قلت لك ان الكاثود بيختزل؟ ولا مره، الكاثود عمره ما بيختزل، الكاثود بيحدث عنده عمليه الاختزال، اللي بيكون الكربون نفسه ما بيختزلش، اللي موجود في المحلول قدام هو اللي بيختزل. فعند الكاثود، عند الكاثود مش الكاثود نفسه، عندك الكترونين دخلوا تمام ومع ميه تمام واكسجين في الهواء، اكتب لك هنا اكسجين في الهواء، اكسجين في الهواء تمام، هيطلعوا لك التفاعل ده. انا حاسس ان انا شفت ده، انت لسه التفاعل ده لسه واخده في اخر الفيديو اللي فات بالظبط، ماشي؟ اللي هو كان 4 او اتش سالب هيدفع، لو عمل لما نعمل لهم اكسده هيطلعوا لك 2 ميه و2 وجزيء اكسجين و4 الكترونات، صح؟ ده العكس بالظبط، فالمفروض ان 4 او اتش سالب تطلع ويدخل لك، المفروض 4 الكترون و2 ميه وجزيء اكسجين. ما دام دخل 4 الكترون عند الكاثود، المفروض المفروض طلع 4 الكترونات عند الانود. عشان نوزن المعادله دي، اذا كان داخل 2 اف اي خرج 2 اف اي موجب 2 و4 الكترون، تمام؟ عند الكاثود الاربعه الكترون تفاعلوا مع 2 الجزيء ميه وقولوا O2 طلعوا لك الاربعه واتش ايه السالب، تمام؟ ما تمام الاربعه واتش السالب، يبقى عندك دلوقتي هنا ايه؟ 4 او اتش سالب، يبقى عندك هنا شويه ايونات وشويه ايونات، ميه وميه، وعندك ايونات سالبه وايونات موجبه هنا. المفروض الايونات السالبه تعادل الايونات الموجبه عند بسبب الحاجز المسامي، يتصلوا مع بعض، اللي هو يتصلوا مع بعض عن طريق الاتصال غير المباشر، فالمفروض ده مع ده يكونوا ايه؟ هيدروكسيد الحديد. ف الاف اي موجب 2 اللي طلعت من هنا، وهو داخل 2 اف اي موجب 2 و4 او اتش سالب اللي دخلوا من هنا ودخلوا خرجوا من هنا، صح؟ لا خرجوا من هنا وخرجوا من هنا، فالمفروض ان يطلع اف اي او اتش باي 2. لو عايزين نوزن، دخل 2 اف اي وخرج 2 اف اي، كده اتوزنت لوحدها 2 اتش 2 اتش 2 4 انا اسف 4 اتش 4 اتش 4 او 4 او، اذا المعادله كده موزونه لوحدها. ده هيدوكسيد الحديد 2. هل هيدوكسيد الحديد 2 ده اللي هو كان لونه ابيض مخضر هو ده اللي هو الصدأ؟ هو انت بتشوف الصدأ مخضر ولا بتشوف الصدأ محمر؟ فبني محمر بالمعنى الاصح، بني محمر. فاللي بيطلع بالظبط ان هيدوكسيد الحديد 2 ده المفروض يتاكسد الى هيدوكسيد الحديد 3 اللي هو لونه بني محمر، تمام؟ اذا الاف اي او اتش باي 2 هتتاكسد تاني باكسجين وميه الى هيدوكسيد الحديد 3. دخل 2 هيدوكسيد حديد 2، يخرج 2 هيدوكسيد حديد 3. نوزن الجمله دي، 2 اف اي 2 اف اي ماشي، 4 اتش و2 اتش كده يبقى 6 اتش، صح؟ هادي 6 اتش، وخرجت وخرج 6 اكسجين، ادي واحد ادي 4 منهم وادي 5، يبقى انا عايز الستة هنا، يبقى احط هنا نص، تمام ماشي. يبقى ده تفاعل الانود وده تفاعل الكاثود، ودول تفاعلين اكسده حصلوا بعد كده. ده تفاعل ان هو التفاعل الاثنين اتجمعوا مع بعض وبعد كده تاكسد هيدروكسيد الحديد 2، ماشي. اهم ملاحظه ان الاكسجين هنا ده اكسجين ايه؟ الماء، وده هنا عمليه ايه؟ اكسده. تمام تمام وهنا يعتبر تقول بس كلمه اتحاد، اتحاد ايونات الحديد 2 مع ايونات الحديد 3. دلوقتي لو انا عايز، فين القلم الاخضر؟ ماشي مش مهم. لو انا عايز اجيب لك التفاعل الكلي، 2 اف اي دخلوا ما خرجش 2 اف اي ولا مره، يبقى زي ما هم نازلين. 2 اف اي موجب 2 دخلوا خرجوا من هنا دخلوا هنا، تمام؟ و4 الكترون خرجوا من هنا دخلوا هنا، تمام ماشي. الاربعه الاو اتش سالب دخلوا من هنا وخرجوا من هنا، الاثنين اف او اتش سالب الاثنين هيدروكسيد الحديد 2 دخلوا هنا خرجوا من هنا ودخلوا هنا، تمام؟ اتبقى لك الباقي. اذا التفاعل الكلي
هتاخد الباقي اللي هما مين؟ 2 اف اي زائد 2 اتش 2 او، وهنا 1 اتش 2 او، اذا 3 اتش 2 او، او 2 زائد نص او 2، اذا 3 على 2 او 2، يطلع لك هيدروكسيد الحديد 3، 2 منه 2 هيدروكسيد الحديد 3. ماشي. التفاعل الكل ده محفوظ اللي حضرتك بتكتبه، لو قال لك اكتب تفاعل صاد الحديد تمام مش هتكتب له كل دول، الا لو قال لك اكتب ميكانيكيه تصادر الحديد، فالمفروض حضرتك تكتب من هنا من اول كلمه واعي تعرض الحديد للخدش، حتى كلمه تعرض الحديد للخدش عليها يكون عليها جزء من الدرجه. الرسمه دي رسمه كوكي، يعني انسى ان دي رسمه صح عشان افهمك بس. تمام ماشي. تفتكر دايما المعادله الحلوه دي، دي انا اسف، المعادله انك انت تحول هيدروكسيد الحديد ايه في خطوه واحده، افتكر يا حد ما نوصل للمجموعه الثانيه والوحده الاولى من الكلام عن الحديد. تمام. اذا احنا وقت اتكلمنا عن التفاعل الكلي كويس جدا، وعرفنا الخليه الجلفانيه ان حضرتك الحديد هو الفلز هو لايت اكسيد، اف 2 اف اي هيتحول 2 اف اي موجب 2 زائد 4 الكترون، ال 4 الكترون يروحوا اكسيدين الميه والاكسجين ويطلعوا لك 4 هيدروكسيد، ال 4 هيدروكسيد تتحد مع الاف اي موجب 2، يعني الايونات الموجبه والايونات السالبه بيحدث تعادل عشان ما يحصلش فرق جهد داخلي، فيتكون لك هيدروكسيد حديد 2 اللي هيتاكسد بفعل الاكسجين والميه تاني، بس المره دي اكسجين اللي مذاب في الماء، مذاب هنا في الماء تمام، ويتحول هيدروكسيد حديد 3. المفروض حضرتك تكتب التفاعل الكلي اللي هو 2 اف اي 3 اتش 2 او 3 على 2 او 2، يطلع لك ايه؟ 2 هيدروكسيد الحديد 3. اذا لما انا ارجع لك فوق خالص واقول لك الخلية الجلفانية انودها هو الحديد والكتروليتها هو الماء واف اي موجب 2 وايونات اخرى، ايونات اخرى ليه؟ عشان الماء مملح، عشان كده كلما ازدادت ملوحة الماء كلما ازدادت سرعة الصدأ، كلما ازدادت ايه؟ سرعة الصدأ، كلما ازدادت الايونات فازدادت سرعة الصدأ. بالنسبة للكاثود هو الكربون، ولكن الاكسجين هو ما يحدث له اختزال. تمام ماشي. اذا لو قلت لك الانود هو الحديد، الالكتروليت الماء، وايه في موجب 2 وايونات اخرى اللي موجوده في الميه، والكاثود هو الكربون، بس مين بيحضر له؟ الاكسجين في التفاعل عند الكاثود ده. ماشي. الاكسجين، الاكسجين اختزال، الميه الهيدروجين هنا ما حصلوش حاجه، قاعد سالب زي ما هو. تمام. بالنسبه بقى للكلام الثاني، ازاي تحمي الحديد من الصدأ، وده مش محتاج ملزمه فيه، انا هقراه يعتبر وابص فيه عليك معاه. هو في الكتاب الوافي، واللي انا الحته اللي انا بقراها دي هصورها لك واحطها لك في الملزمه. طبعا الحتتين اللي انا واخدت قلتهم في الاخر، الصدع عمليه بطيئه لان الماء يحتوي على كميات محدوده ايه من الايونات، وبيصدر الحديد بسرعه اكبر في مياه البحر لان الايونات هتبقى اكتر، فبالتالي التفاعل هيبقى اكتر. ماشي. العوامل التي تؤدي الى تاكل الفلزات، اما عوامل في الفلز نفسه او عوامل خارجيه، يعني عوامل تتعلق بالوسط المحيط او عوامل تتعلق بالفلز نفسه. العوامل اللي تتعلق بالوسط المحيط، ان زي ما قلت لك جبت له ميه وحطيت عليه ميه والميه فيها املاح ولا لا، او جبت له اكسجين. فالعوامل الخارجيه اللي تتاثر بشكل اساسي في تاكل المعادن هي الماء والاملاح المذابه فيها والاكسجين. تمام ماشي. اذا عوامل خارجيه ماء اكسجين املاح، الحاجات اللي اي كان طبيعي عارفهم. طيب العوامل اللي بتتعلق بالفلز نفسه، اول حاجه لما تتصل الفلزات ببعضها، يعني حضرتك لو انت جبت حديد، عندك حديد، المفروض لما الحديد ده حصل فيه مثلا حاجه انت عايز تثبتها بمسمار، المفروض تجيب برضه مسمار حديد عشان ما يكونش فيها اي فرق جهد، فبالتالي ما يحدثش اي خليه جلفانيه، فبالتالي ما يحدثش اي عمليه صدأ لاي كل منهما. تمام ماشي. فلما انت حضرتك يكون مثلا عندك قطعه نحاس وتروح جايب حديد وتروح تعملها مسمار حديد وتثبتها بيها، ساعتها يبقى ينشا فرق جهد. تمام. فبالتالي ان الحديد هنا هو العنصر الاشد نشاطا، هو يبقى الانود هو اللي هيحدث له تاكل، يبقى المسمار هو اللي هيحدث له تاكل والنحاس مش هيحصل له حاجه. طب لو جبت حديد، قطعه نيكل، وجبت الحديد، فمين هيتاكسد؟ الحديد برضو انشط من النيكل، فالحديد هو اللي هيتاكسد في الحاله دي. لو جبت الومنيوم
وقطعه المونيوم وليكن انت عندك المونيوم ونحاس، سيبك من حته بقى الحديد، القطع والمسامير، لو انت عندك المونيوم ونحاس وحطيتهم هما الاثنين مع بعض، النحاس ده محدود النشاط، والالومنيوم ده تالت واحد في ده تالت واحد في العناصر محدوده النشاط اللي قبل الكربون على طول، صح؟ فبالتالي الالومنيوم انشط من النحاس، الفلز النشط هو اللي يشتغل كانود، فالالومنيوم هو اللي هيتاكل، ماشي؟ تمام. اذا عند اتصال الفلزات مع بعضها كمواضع اللحام ومسامير البوتشيام يؤدي الى تكوين الخلايا الجلفانيه موضعيه تسبب تاكل الفلز ايه الانشط. طب الفلز اللي مش انشط يحصل له حاجه؟ ولا حز ولا حد يعمل فيه حاجه، ولا حتى هو بيشتغل خالص، هو بيشتغل ككاثود بس هو حتى مش هو اللي يختزل. تمام يا زميكي، تمام يا زميكي، ماشي. عدم تجانس السبائك، ودي حاجه انا هسيبها للوحده الاولى شويه في حته السبائك. السبائك انك انت عندك عنصرين او اكتر من كونين مع بعض، تمام؟ فلو العنصرين المفروض اي اكيد عنصرين هتجيب واحد انشط من التاني، صح؟ فالعنصر الانشط هيبقى هو الانود، هيحصل له اكسده، هيحصل له تاكل. فالفلزات المستخدمه في الصناعه غالبا ما تكون في صوره سبائك غير متجانسه لصعوبه تحضيرها في صوره متجانسه التركيب، ولهذا ينشا عدد لا نهائي من الخلايا الموضعيه تسبب تاكل الفلز الاكثر ايه نشاطا. يبقى خلي بالك ان يشترط في تكوين السبائك انها تبقى ايه متجانسه، لو كان التجانس هيبقى الصدأ قليل جدا، لو كانت السبائك متجانسه الصدأ هيبقى ايه قليل جدا. اذا حته عناصر عمل تتعلق بالفريز نفسه اتفهمت زي الفل. طب عوامل تتعلق بالوسط المحيط عرفناها الحمد لله. اذا العوامل التي تؤدي لتاكل الفلزات سواء بالوسط المحيط او تتعلق بالفريز نفسه اتفهمت وزي الفل وسهله. بالنسبه بقى ازاي احمي الحديد من التاكل، غالبا والاشهر انك بتحمي الحديد من التاكل انك تطليه، بتطليه بويه. انت تلاقي الكوب اول ما يتعمل يتلاقي مبني، يتلاقي مطلي، تلاقي مطلي بتضاء، تمام. وغالبا ممكن يطلي مثلا يتغطى بفلز انشط منه، ممكن مثلا انهم يجيبوا كروم او مفلز، الكروم ده تقريبا اقل نشاطا منه، فالكروم برضه هيتغطى بيه. المهم انك انت بتحاول تغطي الحديد، انت ممكن تغطي الحديد ببويه، تمام، او تغطي الحديد بماده عضويه. الماده العضويه لازم تجيب ماده عضويه غير قطبيه، ليه؟ لان المواد غير القطبيه هتروح بعيد عن الميه، زي الالكانات الثقيله زي ما احنا قلنا في المواجهات العضويه، او انا ما قلتهاش عشان ما نجرحش الخاص الفيزيائيه بس في المحاضرات مثلا. الالكانات الثقيله دي مواد غير قطبيه، فبتبتعد عن الميه، ما بتتفاعلش مع الميه، ما بتجيش ناحيه الميه، فلما هي تيجي الحديد تطليه بألكان ثقيل ساعتها المية ما تجيش ناحية الحديد، لأن المية ما تجيش ناحية الألكان، تمام؟ فالطلاء بالمواد ايه العضوية، ودي حماية مؤقتة غير فعالة على مدى بعيد، بس هي المستخدمة على فكرة كتير، هي الشائعة، هي غير فعالة على مدى بعيد، بس المدى البعيد ده يعني المدى القريب اللي هي هتشتغل فيه كام سنة، بالسنين، ما بتقاس بالشهور، بتقاس بالسنين، تمام؟ فتقعد مثلا سنة سنتين تلاتة، ماشي، وممكن اكتر حتى، فده المدى البعيد، قصده مدى بعيد قوي حبتين، تمام؟ فبالتالي انك انت تغطيه بالكان ثقيل او زيت او ورنيش او سيليكون، دول انا والله ما اعرف مين سيليكون، تمام. الحاجات دي هي اللي هتغطي مواد عضويه مهمه غير قطبيه وخلاص، فالميه ما تجيش ناحيتها، فالميه ما تجيش ناحيه الحديد، او تغطيها ببويه او تغطيها بفلز. والفلز ده لو كان فلز اقل نشاطا منه، اذا هذا الفلز هيعمل ككاثود، اذا نسمي الغطاء ده غطاء كاثودي. اذا الغطاء الكاثودي الغطاء نفسه شغال ككاثود، اذا الغطاء هو هيكون الفلز الاقل نشاطا. اذا تغطيه الفلز الاصلي بفلز اخر ايه اقل نشاطا منه. طب انا استفدت ايه؟ ما لو حطيت فلز اقل نشاطا منه، الفلز الاقل نشاطا منه هيبقى هو الكاثود، والفلز الحديد هيبقى النشط، هيبقى هو الانود، وتحدث خلايا جلفانيه والفلز والحديد يتاكل. ده في حاله واحده بس، ان الغطاء اتشال. عشان كده انا قلت لك حتى لازم الاول يتعرض الحديد للخدش في عمليه التاكل، اول خطوه تعرض الحديد للخدش، سواء كان الخدش ده شال بويه او شال ماده عضويه او شال غطاء كاثودي. فالمهم اول ما يتعرض للخدش، لو كان في ماده عضويه هيتاكسد بصوره بطيئه، الصدأ اساسا ده زي السائلين ان هو عمليه بطيئه، تمام. اما بقى لو كان متغطي بغطاء كاثودي، اول ما يتخدش هتتكون خليه جلفانيه الحديد هو الانود فيه، تمام. فعلى طول عند الخدش يتاكل الحديد اولا وبسرعه، تمام. مثل تغطيه الحديد بالقصدير في عبوات المأكولات المعدنيه، ده ممكن يجي يقول لك سؤال مثل،
مثل للغطاء الكاثودي تغطية الحديد بالقصدير في عبوات المأكولات المعدنية. وهو يكون عايز كلمة عبوات المأكولات المعدنية على فكرة، عشان هو عايز مثال، مش عايز انك تكتب له اي عنصر تحتيه وخلاص. ما كل الناس حافظة ان الحديد النحاس تحت، فيقول له غطيه بالنحاس. تمام؟ تمام. بالنسبة للحماية الأنودية، يعني الغطاء أنودي، يعني الغطاء فلز أنشط، الفلز الأنشط هو اللي اشتغل كأنود. فتجيب له مثلا خرسين، ألمونيوم، مغنيسيوم، أي واحد من الحاجات دي، بس أنت مش هتجيب له صوديوم وتعمل له الصوديوم مثلا. حد يقول واحد يقول لي هو ليه مثلا ما غطيش الحديد بصوديوم؟ إنك أنت المفروض لما تغطي الحديد بالصوديوم عشان تمنعه من المية، المية هتيجي على الصوديوم صح؟ طب ما الميه لما تيجي على الصوديوم، الصوديوم وكل الفلزات عاليه النشاط، اول ما تيجي عليها ميه على طول تتفاعل بانفجار. يعني انت عشان تغطي الحديد تنفجر، طبعا مش انفجار عالي قوي يعني، بس انت هتغطي بتاع جزيئات الصوديوم دي كلها اللي مغطيه كوبري، هتنفجر مع جزيئات الميه اللي هتيجي كلها عليها كلها، فتعمل انفجار انفجار ما انفجار انفجار ما انفجار انفجار عالي، الكوبري مش هيستحمل يابا. تمام ماشي. فالحماية الأنودية الغطاء الأنودي، تغطية الفلز بفلز آخر أكثر نشاطا منه، فتغطية الحديد غالبا بأي واحد من محدودة النشاط اللي فوقيه. الحديد بالخرسين اسمها جلفانة. خلي بالك إنك أنت ممكن تغطي الحديد بالخرسين واسمها جلفانة، أو تغطي الحديد بالخرسين واسمها قطب مضحي. تمام؟ وعلى فكرة المشهور إنك تغطي الحديد بالخرسين كقطب مضحي أكتر من المغنيسيوم اللي هو كادموم كمثال. ماشي. فاول ما يحدث الخدش في الحديد، ساعتها تتكون خليه جلفانيه يكون فيها الانود هو الفلز الانشط، اللي هو هيكون مين؟ الانو الخرسين او المغنيسيوم. فبالتالي لا يحدث تآكل للحديد الا عند تآكل كل لطبقة الغطاء، لان هو ايه الانود، لما الانود يبقى باح خالص ساعتها بقى الحديد يتاكل. تمام. ممكن يجي يقول لك تعريف كلمه جلفنه، هو غمس الصب في الخرسين المنصهر، هو عايز كلمه منصهر على فكره، تغطيته بالخرسين لحمايته ايه من الصدأ. القطب المضحي فلز نشط كيميائيا يوصل بفلز اخر اقل منه نشاط لحمايه الفلز الاخر من الصدأ والتاكل. كالمثال بتاعه هي مفهومه جدا، انك انت تجيب اي فلز وتوصله بالحديد، الفلز ده هو الاكثر نشاطا، هو اللي اشتغل كانود، فهو لا يحدث له تاكل. فلما يتم تآكله بالكامل ساعتها الحديد هو الايه اللي يحدث، ساعتها الحديد بقى يبدأ في التآكل مع وهيبقى هو الانود، والكاثود هو الشوائب الموجودة فيه. تمام. وده بنستخدمه في هياكل السفن المتصلة دايما بالملح الماء بالماء، وده طبعا احسن طريقة عشان الماء المالح بيزود من عملية الصدأ، فان احنا نستخدم القطب المضحي اسرع احلى طريقة عشان ندافع عن الحديد. طبعا ما ينفعش حته المواد العضويه خالص، ولا الغطاء الكاثودي، لاول ما يحصل خدش على طول البتاع هتصدي، هنحتاج اصلاحات كتير جدا للسفن، بس فيعتبر الغطاء الانودي هو العمليه الحاجه الوحيده الفعاله بزياده. تمام. ومواسير الحديد المدفونه في التربه الرطبه، لان التربه الرطبه يعني ميه كتير وفيها ايونات كتير. تمام ماشي. عرفنا دلوقتي القطب المضحي، عرفنا يعني ايه جلفنه، عرفنا يعني ايه غطاء انودي وغطاء كاثودي، الحته بتغطيه الفلز الاصلي بفلز اخر اقل نشاطا منه واكثر نشاطا منه، ده تعريف ممكن يجي يقول لك او اكتب مصطلح ايه العلمي. عرفنا ايه الحمايه المؤقته وكل الكلام. عرفنا اولا احنا ليه بنحمي الحديد من الصدأ، لان لان حماية لان الصدأ بتاع الصدأ بيسبب تآكل ربع الإنتاج العالمي، وعرفنا إن ربع الإنتاج العالمي وبالتالي بيؤدي إلى خسائر اقتصادية إيه؟ فادحة. تمام؟ عرفنا إيه هي العوامل التي تؤدي لتآكل الفلزيات، وإما هي عوامل بالوسط متعلقة بالوسط المحيط أو متعلقة بالفلز نفسه، متعلقة بالوسط المحيط المية وما فيها من أيونات والأكسجين، متعلقة بالفلز نفسه اتصال الفلزات ببعضها وتجانس السبائك، على عدم تجانس السبائك اللي هي برضه اتصال الفلزات ببعضها. عرفنا الميكانيكية بتاعة تآكل المعادن، وكانت ميكانيكية مهمة جدا وبتيجي كتير جدا كيكتب ميكانيكية إيه المعادن. تمام كده، استودعكم في الله. بتاع خلص دلوقتي التطبيقات بتاعة الخلايا التحليلية.